تحياتي اخواتي حبايبي وصحابي في كل مكان، يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة دايما يا رب. معاكم مريم من قناة أكلة بنفس. النهاردة عندنا طبق يعني اتعمل كتير أنا عارفة وشفتيه كتير في قنوات كتير، بس النهاردة هعمله بطريقة مختلفة جدا، تركاتي أنا الخاصة فيها اللي إن شاء الله هتخليكي تاكلي مكرونة بشاميل صيامي أطعم من الفطار. واتحداكي لو انتي يعني ما اعجبتيش وانبهرتي بطعمها بجد تجنن. دي مش بس هي وسخنه حلوه، لا دي كمان كل ما تبرد تحلو. بصي الجمال، يعني في احلى من كده؟ بصي شوكه وطريه وتحفه. يا ريت قبل ما ندخل حلقتنا ما تنسينيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان فاتك كتير للفيديو. يلا بينا على حلقتنا السهله جدا التحفه جدا، يلا بينا. هنسلق المكرونه، طبعا عندي هنا الحله فيها ميه وملح، ميه وملح وزيت، تمام يا حبايبي. هنسيب المكرونه تتسلق، احنا المفروض بنسلق المكرونه 8 9 دقائق، لا هنسلقها 6 7 دقائق كفايه، عشان طبعا احنا هندخل الفرن مش عايزينها تبقى معجنه معانا، تمام. بعد ما تسلق المكرونه هتاخديها بالمقصوصه على المصفايه وتسيبي لي ميه سلق المكرونه زي ما هي في الحل انا محتاجاها. اصبري بس عليا وما تقوليش ميه هتتخضي، لا. تعالي نعمل العصاق. عندي طبعا زيت سخنته ونزلت بحبتين بصل. بصي الكميات، المقادير هسيبها لك في صندوق الوصف، بس الكميات اعملي اللي انت عايزاه طبعا حسب احتياج اسرتك. بعد ما دبل البصل نزلت بحبتين جزر مبشورين. بجد العصاق ده اختراع يا جماعه، اختراع، المفروض اخد عليه براءه اختراع بجد. بعد كده حبه بطاطس برضو مغسوله وكنت نقعها في ميه عشان ما تسودش مني لحد ما نصور طبعا. بعد ما كل الطعم يمتزج مع بعض، قرن فلفل حامي بارد براحتك، اخضر احمر براحتك خالص يعني، وفضل كده يكون حامي كده مشطشط شويه. انت عارفين الاكل الصيام يحب الحامي. ادي المكرونه وريتها لك، وادي الميه اهي قاعده تمام، ما تكبيش منها حاجه، خديها بالمقصوصه على المصفاية واشطفيها شطفه خفيفه جدا وسيبي لي الدنيا زي ما هي. عندي حبه كوسه كده او حبتين مقطعه مغسوله طبعا متقشره ومقطعه صوابع زي ما انت شايفه. انا ما بحبش اهري الكوسه بصراحه او ابشرها او اقطعها مكعبات، احبها كده واضحه. الكوسه دي يعني خضار عزيز على قلبي قوي، يعني بحب واضح كده لان طعمه مميز جدا لما بيكون واضح فعلا وما يتهريش معاكي في الاكل. ونزلت بحبتين ثلاثه مشروم برضو، عملنا المشروم كتير جدا جدا. هسيب لك حلقه من حلقات ازاي ننضفه وازاي نقشره ونجهزه، تمام. طبعا المشروم بيستوي بسرعه انتوا عارفين. بعد كده فصين ثلاثه توم وقطعهم لشرايح زي ما انت شايفه كده، مش عايزاهم مفروم تمام، شرايح. هيدوا ريحه تحفه بجد، هيعجبك جدا العصاق ده بالذات. وعندي رشه ملح ورشه فلفل اسود طبعا للطعم، توابلي بسيطه. والعصاق ده بجد يا بنات حتى لو اكلتوه كده جنب رز جنب اي حاجه بجد هيعجبكم. وعندي حوالي معلقه بابريكا عشان تعزز اللون معاكي، تمام كده. هفسح كده في الطاسه وهنزل بحوالي معلقتين معجون طماطم، معجون يا بنات. انا بعمل العصاق ده كانه عصاق لحمه، ما بحبش احط طماطم عصير او طماطم اللي هي في العلب عصير او انت عصرها طبيعي، ما اعرفش بحس مع المكرونه بتدي ريحه مش لطيفه كده، تمام. ظبطت الدنيا بتاعتي اهو. بصي هنزل بكبشتين كده من ميه سلق المكرونه. وانت نصيحه عموما، لو بتعملي صوصات للمكرونه دايما خدي من ميه سلق المكرونه لانها بتعزز وبتقوي يعني اللون وتماسك الصلصه، بيخليها متماسكه جدا جدا في اي صلصه مكرونه. كبشتين كده يا دوب يتسبك فيها الصلصه وتستوي معايا كل حاجه كويس جدا، تمام. صلصتنا جاهزه هنطفي عليها ويلا بينا نعمل البشاميل بتاعنا. عندي معلقه كبيره من السمنه النباتي، انا عارفه انه في ممكن تعملها بزيت بس انا حبيت اطعمها واخفف شويه من الحده بتاعه الزيت، تمام. وعندي معلقتين من الدقيق، بس خدي بالك من التركات اللي هقولها في البشاميل دي بالذات لان البشاميل الفطار الصيام يختلف جدا عن الصيام، تمام. هشوحها كويس معلقتين على المعلقه الكبيره، ما هم بص المعلقتين يعتبروا معلقه كبيره اللي انا عملت بيها السمنه دي، تمام. هشوحهم كويس لحد ما الدقيق يتحمص معاك شويه، مش يدي لون. هندا ده لبن جوز الهند، عملته معاكم قبل كده ويظهر لك في حرف الاي وهسيبه لك في صندوق الوصف، تمام. ده كان محطاه في الفريزر عندي ومتجمد.
ما بستغناش عنه طبعا، بينفعني في وصفات صيامي كتير جدا جدا. اهو بدأ يتقل، اول ما يتقل خدي بالك من اضافة المية بتاعت سلق المكرونة، خدي بالك، لان لو عندك لبن جوز هند كتير تمام اعمليها بلبن جوز هند، ما عندكيش زي كده اعملي جزء منها لبن جوز هند وجزء العصاق. خدي بالك خدي بالك، ما تحطيش وتفتكري انها لو يعني بقى قوامها سايل منك انها هتمسك زي البشاميل الفطاري العادي، لا مش هتمسك. لو قوامها سال منك مش هتمسك. بس هتعالجيه ازاي؟ هتجيبي معلقتين دقيق في ميه بارده تدوبيهم كويس وتنزلي بيهم على الخليط ده لو قوامه بقى سايل منك، لكن قوامه مظبوط واخدت بالك من الميه تمام كده الدنيا زي الفل معاكي. نزلت بملح وفلفل ابيض او فلفل اسود، ما عندك ما فيش مشكله، اللي انت حباه حطيه ما فيش مشكله. جبت بقى المكرونه اهي حطيتها في حله، هنزل بمعلقتين ثلاثه بشاميل ومعلقتين ثلاثه من العصاج، هنطبق صينيه المكرونه كاننا بنطبق بالظبط صينيه مكرونه بشاميل عاديه عملتها معاكم قبل كده. اسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. جبت البايركس او الصينيه اللي هتتخبزي فيها عادي تسوي فيها، تدهنيها دهنه خفيفه زيت خفيفه جدا، وبعد كده حطي كبشتين ثلاثه او حسب يعني حجم الصينيه عندك من البشاميل بتاعك تمام. انا الكميات دي عملت معايا حوالي نص كيلو مكرونه بس، فانت عايزه تضعفي براحتك طبعا. هنزل بطبقه من المكرونه المضاف عليها عصاج وبشاميل، وبعد كده هسويها طبعا كويس، وهنزل بطبقه حلوه جدا من العصاج التحفه الخرافه ده، عن صراحه كان طعمه يجنن، جربيه جربيه مش هتندمي ان شاء الله. تمام كده عملنا حطينا طبقة العصاج بتاعتنا، هترشي رشة بشاميل برضو، بشاميل يجنن بجد يا بنات، حلو جدا جدا ريحة جوز الهند فيه، لبن جوز الهند تحفة. ممكن تعمليه بلبن جوز هند او لبن لوز، او تعمليه كله بمية البشاميل بمية سلق المكرونة، بس بصراحة بيبقى تقيل شوية يعني ما بيبقاش حلو، لكن لما تطعميه بطعم من الألبان دي بيبقى تحفة. طبعا حطيت بقى كمية المكرونة اللي معايا وهنزل بباقي كمية البشاميل. في الوقت ده انا عندي الفرن شغالة على 180 في درجة حرارة 180 تمام، خليكم معايا عشان لسه في التسوية في مراحل تانية هنعملها ان شاء الله. بس كده مكرونتنا جهزت والدنيا زي الفل بجد يا بنات، هتعجبكم اوعدكم انكم هتغيروا رايكم عنها. قعدت حوالي تلت ساعة، وبعد تلت ساعة طلعتها وحطيت على الوش كده سمنة نبات، دخلتها الفرن تاني معايا عشان تحمر، ممكن تكوني مولعه لها الشوايه بس المهم تاخد اللون تمام. وده شكلها، بس انا سبتها تهدى علشان بصي تطلع معاكي القطعه متماسكه، وقبل ما تقطعيها سلكي كده الاحرف كده زي ما انت شايفه اهو بالسكينه سلكيها وقطعيها، كل ما تسيبيها تهدى كل ما هتتقطع معاكي قطعه كامله، لكن لو استعجلت عليها هتطلع مفروله معاكي كده، لكن احنا عايزينها قطعه كامله لان بشاميل دماغنا يبقى بشاميل. بصي جمالها، بصي تحفه ازاي وطلع قطعه كامله وجميله جدا جدا، والمكرونه والعصاج وطعم البشاميل بجد يا بنات اوعدكم ثقه بامان هيعجبكم جدا جدا، ده كل ما بتبرد كل ما بتحلو يعني تحفه. وديكي زي ما شايفه جميله جدا، زيني براحتك، انا بحب دايما زي المكرونات ببصل اخضر فلفل حامي زي ما انت حابه زيني، وقدميها بالف هنا وشفا. اتمنى حبيبتي يعني الوصفه تكون نالت اعجابك وتكون بسيطه وسهله وعجبتك، واتمنى تعمليها من كل قلبي تعمليها، وخاصه العصاج ده هيعجبك جدا جدا انا واثقه ان شاء الله. يعني هتدعي لي دعوه حلوه زي كده يا ست الكل بعد ما تعملي العصاج المتميز والبشاميل بالطريقه المتميزه المظبوطه دي، و ان شاء الله هتفرحيني بلايكاتك الجميله. وبص الجمال بقى، مكرونه غرقانه في صوصها، غرقانه في بشاميلها الطري اللي طعمه جميل جدا ومميز، ونكهه جوز الهند فيه صراحه يعني تحفه جدا. بصي وجوز الهند اللبن بتاعه سهل جدا جدا، عملته معاكم وزي ما قلت لكم هتشوفوه في صندوق الوصف وظهر لكم قبل كده في حرف الاي. ويا ريت لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايكات الكتير للفيديو عشان يترفع ويشوفوا غيرك، وهتوحشوني جدا جدا للفيديوهات اللي جايه.